أهلا بكم من جديد. أظهرت النتائج غير الرسمية لعمليات فرز أصوات الانتخابات النيابية تقدما للثنائي الشيعي أمل وحزب الله، وتراجعا لأحزاب أخرى من بينها تيار المستقبل الذي يترأسه سعد الحريري. الأمر الذي يطرح استفهامات كثيرة حول مصير المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية السورية. الله يعطيك العافية. يبدو أن نظام الانتخاب النسبي الذي فصل على قياس أذرع إيران في لبنان بدأ يؤتي أكله. عمليات فرز أصوات الانتخابات النيابية وفق النتائج الرسمية أظهرت فوزا كبيرا للثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله بمقاعد وصلت إلى 28، بينما أظهرت النتائج تقدما لتيار القوات اللبنانية وتراجعا للتيار الوطني الحر ولتيار المستقبل، وهذا الأخير تيار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله الذي سجلت عملية الاقتراع تجاوزات كثيرة لعناصره وتعديات غير مسبوقة، منها العلني ومنها المخفي، سارع للحديث عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية معتبرا أنه حقق الهدف منها، في حين لم تخلو تصريحاته من غزل سياسي لمسؤولي الدولة الكبار، إذ قال نصر الله إن الانتخابات البرلمانية إنجاز كبير للرئيس ميشيل عون ولحكومة سعد الحريري. إذا بنحكي عن نفس قوى المقاومة بنحكي عن حلفائها وبنحكي عن أصدقائها، يعني إذا عملنا شوية تصنيفات. الانتخابات النيابية اللبنانية شهدت مفاجآت كثيرة، لعل أبرزها خلاف الحلفاء وتحالف الأعداء، فالوزير السابق وئام وهاب أحد أهم حلفاء حزب الله فشل في الحصول على مقعد نيابي، الأمر الذي جعله يهاجم حزب الله على الهواء مباشرة أثناء لقاء تلفزيوني مع قناة LBC، كما أنه لم يستطع تمالك أعصابه حيث تلفظ بتعابير غير لائقة على الهواء مباشرة، من ثم دفع مذيعة LBC وطردها من المكان. أما سعد الحريري الذي تراجع، رجعت حصة مقاعد تياره النيابية من 33 إلى 21، انتقد القانون الانتخابي الجديد معتبرا أنه سمح لبعض الأحزاب باختراقات وتجاوزات، معلنا مد اليد لكل من يسعى لتثبيت الاستقرار وتحسين المعيشة في لبنان، حتى إن سلاح حزب الله الذي يقول رئيس الحكومة إنه ضده لن يسمح بتشتت الصف اللبناني وفق الحريري. ما أظهرته النتائج حول الانتخابات النيابية اللبنانية يطرح استفهامات كثيرة حول مصير المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية السورية، فبروز حزب الله إلى المشهد السياسي اللبناني يعني إمكانية وجود نسخة مطابقة للحشد الشيعي العراقي في لبنان، فضلا عن تمتعه بصلاحيات عقد وفرط جلسة البرلمان. كذلك سيحاول الحزب تعزيز حضوره الوزاري في المرحلة المقبلة للهيمنة على السلطات التشريعية والتنفيذية، وهي مسألة تعني بالضرورة هيمنة إيران على لبنان والاستحواذ على قراره. أرحب في هذا المحور بأسعد بشارة، كاتب ومحلل سياسي، ينضم إلينا من بيروت. مساء الخير وأهلا بك معنا. أجدد الترحيب أيضا بمحمود المؤيد، رئيس وحدة الدراسات في مركز برق من إسطنبول، أهلا بك من جديد. وأرحب بتوني بولوس، مراسل أورينت نيوز، ينضم إلينا من بيروت، أهلا بك توني. وأبدأ معك، طبعا ضعنا في آخر مستجدات المشهد كيف يبدو، خاصة ما زالت متواصلة أعمال الشغب والتجاوزات من قبل أنصار حزب الله حتى الآن. يعني في الواقع هاجر، يعني وبعيد عن نتائج الانتخابات الرسمية مساء اليوم، بدأ واضحا أن ميليشيا حزب الله يسعى للانتصار ويريد أن يوجه رسائل متعددة وميدانية هذه المرة. وللمسابقة اليوم في 7 أيار ذكرى المشؤومة لشهر 2008 عندما اجتاحت جحافل حزب الله العاصمة بيروت وحلتها واعتدل على المواطنين فيها، في نفس اليوم وفي نفس الذكرى
يريد حزب الله توجيه رسالة ربما تكون مشابهة لمختلف القوى السياسية، يريد أن يقول للجميع أنه انتصر في المجلس النيابي واستطاع أن يحصن نفسه داخل أسوار البرلمان اللبناني، كذلك هو لا يزال يملك الميليشيات ولا يزال يملك الميدانية التي تستطيع أن تجتاح مختلف المناطق اللبنانية. مساء اليوم يعني جحاف من الدراجات النارية التابعة لميليشيا حزب الله دخلت إلى منطقة الأشرفية مستفزة السكان هناك بمحاولة لإظهار فائض القوة لديها، ما دفع المواطنين للاشتباك معهم. كذلك في منطقة عائشة بكار، يعني تلك المنطقة التي لها رمزية لرئيس الحريري كونها منطقة فنية بالكامل وهي معقل لرئيس الحريري، دخلت إليها دراجات حزب الله لتهدد أبنائها وتشعرهم بالهزيمة وتشعرهم بأنهم تحت وطأة سلاح حزب الله. هذه كل أعمال شغب، يعني لم يتدخل الجيش إلا بعد نداء، يعني كأنه نداء استغاثة من الرئيس الحكومي، تدخل عسكري الجيش وطوق المكان وانتشر بشكل كبير جدا لاستطاعة خدع المواطنين وتجنب انفلات الأمور إلى مشهد أسوأ من الذي شهدناه. واضح توني. أسعد بشارة يعني انفض غبار المعركة الانتخابية كما يقال، يعني نتائج وصفها الكثيرون بأنها مفاجئة وصادمة في نفس الوقت. قراءة، ما المفاجئ؟ ما هو الصادم؟ خاصة بأن الرأي العام اللبناني قبل هذه الانتخابات يقول بأن المشهد سيكون مكرر ولا جديد. ليس هناك من مفاجآت صراحة، لأن أنا قلت عبر هذه الشاشة أكثر من مرة حينما فرض حزب الله هذا القانون ووافق عليه الرئيس الحريري ووافقت عليه القوات اللبنانية من داخل الحكومة، قلنا أكثر من مرة بأن هذا القانون سيؤدي إلى تعزيز أوراق حزب الله في إمساك القرار اللبناني، لأنه ببساطة لا يمكن اختراق البيئة التي يسيطر عليها الثنائي الشيعي، هي بيئة محصنة ولا يمكن خوض معارك انتخابية فيها، فيما حزب الله سوف يعزز حضوره داخل البيئة السنية والمسيحية والدرزية، وهذا ما حصل فعلا. بالأمس رأينا أن حزب الله فاز بأربع مقاعد من أصل 11 مقعدا في بيروت الثانية ذات الأغلبية السنية، فاز بحلفاء في العاصمة الشمال طرابلس التي هي المدينة السنية الأكبر في لبنان، فاز بيعني كتلتين تعتبران كتلتين حليفتين له. بالتالي نحن نتحدث الآن عن قطب كبير اسمه حزب الله، عزز عناصر إمساكه بالقرار اللبناني وأضفى شرعية على قيادات أتت بهذا القانون يمكن أن يلجأ إليها لكي تتولى رئاسة حكومة في المستقبل إذا ما أراد الضغط على سعد الحريري أو غيره. يعني في هذا السياق سيد سعد، قبل أن نتوجه إلى تيار المستقبل وسعد الحريري، قلت نحن الآن أمام قطب كبير، يعني قبل هذه الانتخابات يعني حزب الله كان بلا أغلبية أو بلا أكثرية وكان يتحكم في مفاصل الدولة، يتحكم بالنهاية في القرار اللبناني. بما حصل في هذه الانتخابات يعني إلى أين؟ خاصة بأن هذه الشرعنة السياسية هي شرعنة لسلاحه بالنهاية. صحيح، كان حزب الله يستعمل المسدس ويضعه على الطاولة، الآن لم يعد مضطرا لهذا الأمر، له قدرة على تعطيل البرلمان بالسلسل المعطل، يعني أكثر من 43 نائبا بالمباشر، ناهيك عن كتلة عون وبعض القريبين منه وبعض الودائع الذين فازوا على لوائح الرئيس الحريري. هناك ودائع للنظام السوري، محمد القرعاوي في البقاع الغربي، وليد البعريني في عكار وغيرهم وغيرهم. لم يعد مضطرا لاستعمال القوة، اكتسب الغطاء الشرعي بعد أن فرض قانون الانتخاب، هذا ما كان يريد الوصول إليه، وبالتالي خيار القوة أصبح الذي هو في جيبه لم يعد يعني من الحاجة استعماله. سيد مؤيد، يعني كما تفضل أسعد بشارة، يعني هناك ودائع للنظام في سوريا، حزب الله اكتسب الغطاء الشرعي، بالتالي سؤالي هنا ما حصل في هذه الانتخابات النيابية اللبنانية، كيف سينسحب على سوريا وعلى الملف السوري برأيك؟ نعم،
ما حدث في لبنان هو خطأ تاريخي ارتكبه الرئيس سعد الحريري من خلال تمرير ما مهد لوصول حزب الله وسيطرته على الشرعية اللبنانية بهذه الطريقة. نحن الآن أمام عودة حقيقية إلى نقطة الصفر وإلى المربع الذي سبق اتفاقيات الطائف والتي رسمت وجه لبنان إلى عقدين أو ثلاث عقود من الزمن، حاولت من خلالها الأطراف الدولية ومن ضمنها فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحافظ أسد الذي كان عراب هذه الصفقة، تثبيت وضع معين في لبنان إلى حين تهيئة الوضع الدولي لإعادة ترتيب هذه الأوراق. الآن الوضع الدولي والإقليمي خصوصا جاهز لاستقبال شكل جديد من الزعرنة التي سيمارسها حزب الله. نحن أمام تغول ليس على طريقة الحوثيين في اليمن بل على العكس تماما، تغول تحت صلاحيات وشرعية الدستور اللبناني الذي تورط أو ورط من قبل مجموعة من المخطئين في علم السياسات، وأخص منهم الرئيس سعد الحريري الذي سيدفع ثمن كبير ومن ورائه، أنا آسف لأي تسمية طائفية، كل المكون السني في لبنان ثمن هذه الحماقة التي أوصلت حزب الله إلى هذا المكان. مع تأكيدي وحسب قراءات وازنة أن الانتخابات اللبنانية ليست سليمة تماما ولم تكن منبر ديمقراطي ولا نقطة مضيئة في تاريخ لبنان. مرة أخرى نتمنى للبنان السلامة، ولكن سينعكس هذا الوضع على الوضع السوري بزيادة تغول وتغطرس حزب الله، وأيضا ستدفع كل القوى الإقليمية العربية نتيجة هذا التغول، لأن سوريا ليست جمهورية مستقلة ولا جزيرة في وسط هذا العالم، هي قلب العالم العربي وقلب الشرق الأوسط. إن اختلال موازين القوى في لبنان بهذه الطريقة سيعني اختلال أكبر في سوريا وسيعني تغول حزب الله. وهنا أذكر بخاصرة السعودية الشرقية، وأذكر بالقطيف، أذكر الأردن بما يحدث في شمالها، وأذكر أيضا الأخوة في مصر أن هناك ترتيبات خفية تحدث ما، وفي ظل كل هذا وذاك أيضا نذهب إلى المغرب الذي يبدو أن هناك أيضا تحضيرات لعمل ما تقوم به إيران الآن من خلال المدعو أمير موسوي. المنطقة كلها على صفيح ساخن، وما حدث في لبنان هو حجر وليس حجر صغير بل حجر كبير سيغير كثير من أوراق اللعبة المخطئة أساسا في الشرق الأوسط. سيد بشارة، هل إلى هذا الحد؟ يعني هل سيسمح بهذا التغول الذي وصفه السيد مؤيد، خاصة في نقطة بأن العديد تحملوا المسؤولية لتيار المستقبل ووصلوا بالقول بأنه شق حتى الصف السني، يعني إلى أي مدى سيدفع الثمن؟ وخاصة بعد كلمة الحريري اليوم، يعني بدا وكأنه في طريق سالكة. يعني أن يتحمل الرئيس الحريري المسؤولية فهذا أمر موضوعي، إنه يتحمل مسؤولية كبرى في الذهاب إلى خيارات استسلامية لحزب الله. اليوم وأن نحن نتكلم وحضرتك تكلمت مع طوني زميلنا عن بضع بيروت، الآن بيروت تستباح والجيش ينتشر، الآن الأعلام الصفراء تغزو الشوارع والموتوسيكلات، بالتالي نحن نتحدث عن فائض قوة وعن هيمنة إيرانية مباشرة على لبنان وعن تطبيق لما قالته إيران بأنها تريد أن تسيطر على 4 عواصم عربية، سيطرت بالدم على دمشق وعلى بغداد وتريد وسيطرت على صنعاء، بيروت يكاد لا يبقى منها شيء في هذا الموضوع. نعم هناك مسؤوليات كبرى تحت عنوان الواقع الحفاظ على الاستقرار والواقعية السياسية، ذهبوا إلى صفقة استسلام مع حزب الله، وأنا لا أدري ما علاقة الواقعية السياسية والاستقرار بالاستسلام. الاستقرار ليس استسلاما، الجميع يريد استقرار، ولكن أن تعطي حزب الله رئاسة الجمهورية، أن تعطيه الحكومة، أن تعطيه قانون الانتخاب، وأن تدخل في فم الذئب وتصرخ فيما بعد وتقول لقد ابتلعني الذئب. أنا أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا في هذا الموضوع، وبالتالي نحن للأسف نتائج هذه الانتخابات الرابح الأكبر منها حزب الله، أما الباقين فقد حافظوا على كتل نيابية أقل، نعم، ولكنهم سيكونون داخل السلطة يجلسون على الكراسي والقرار لحزب الله، يجلسون على الكراسي والنفوذ لحزب الله. شكرا لك أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا لك محمود المؤيد رئيس وحدة الدراسات في مركز برق من إسطنبول، كنت معنا. شكرا لك توني بولوس مراسل أورينت نيوز عبر سكايب من بيروت. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في أمان الله.